النفسية الاجتماعية ومختصة في التنويم بالإيحاء. مرحبا بك على كابا فام. مرحبا بك ومسي على الاستماع. يعطيك الصحة، شكرا لك بالمثل على قبولك الدعوة. إذا ماني باش نحكيو على، أنا قلت لهم باش نحكيو على الفرق ما بين التنويم بالإيحاء والتنويم المغناطيسي. خلينا نعرفوا شنو هذا وشنو هذا والفرق بيناتهم. هو كونكريتمون فماش فرق تقريبا بين التنويم المغناطيسي والتنويم بالإيحاء. أيوة. أما سل ما لا ديفيرونس، هي التنويم بالإيحاء هي نوتاسيون قديمة. المسمى القديم للتنويم. أي. تو اللي اسمه تنويم مغناطيسي. أيوة. به. به. كيفاش نجمو نزيدو نفسرو أكثر مستمعينا؟ به هو التنويم المغناطيسي ولا التنويم بالإيحاء. هو حالة ذهنية راهي يتوفر فيها يلزم ثلاثة شهور، الهدوء، الاسترخاء، والإخاء. باهي. هذا المطلوب. الباتيون كيف باش يجي ولا السيد اللي باش يجي يحب يعمل سيونس نتاع إكمال، يلزم هو قابل الحصة. لازم هو عنده القابلية إلى الحصة هذه ويكون هو طالبها، وإلا كيفاش؟ هو يلزم صا هو طالبها أيه. وهي في نص الثيرابي. ايوا الا ما انت نحكي ما هو نفسر له شنو يلزم هو قابل، على خاطر هو التنويم بالايحاء هي غير مو هنا نحطوا في الفاز ايكوتي فاز بالفوز يبدا من الداخل، من الداخل مش قابل، مستحيل تنجح الحس، ما ينجمش يقبلها، دونك ما تنجحش هي الحس الكل، مستحيل، مش ما ينجمش، مستحيل. واضح. دونك على خاطر القابليه، اي القابليه، لازم هو يكون مرتاح، يكون مش خايف، يكون عادي مرتاح وقابل باش تتوفر الهدوء والاسترخاء، باش يجي يتقبل الايحاءات معناتها. ايوه باهي. وهو ريالمون تركيز ذهني، اذا باش نفسروه نحن عينيا، تركيز ذهني يصير على نقطه معينه، على حاجه كونكريت. باش نحطوا على جنب المؤثرات المحيطه معناتها في الشخص، شخص خارج نطاق التركيز نتاعو. اي. يسو كونسونتر على ان سول بوان. اي. باهي. خاطر نحن في الدنيا علاش ما نجموش نركزوا؟ وعلاش ما نجموش نغيروا؟ اي. على خاطر برشا مؤثرات خارجيه. من مغيرات. نسيت اللي لازم المؤثرات الخارجيه. نجموا نركزوا. خاطر هي فاز نتاع التركيز. ايه ويتم فيها التواصل الواعي مع العقل الباطني، خاطر فما غلطه ماشي في بالهم برشا عباد اللي التنويم المغناطيسي ولا التنويم بالايحاء الانسان يلتاف معناتها لا كونشونس. تبغي الانسان يكون واعي، اما يوصل للمرحله الفا نحن نسميها، عرفتها كصوت منوت قبل ما ترقد؟ اي في مرحله الفا. اوكي. هذيك هي عندنا كريتيكال فاكتور، حجاب هكا ما بين الوعي واللاوعي يضعف شويه باش نجمو بكل وعي نتعداو للاوعي، فين يصير التسجيل نتاع كل شيء يصير في حياته. اوكي. باهي، الحقيقه المعلومات هذه لازمنا نعرفوها باش نفهموا شنو هو الفرق وكيفاش تصير العمليه وشنو هي الخطوات والمراحل زاده فيها. باهي. هي السيونس ديبلوس تقسم على دو سيونس ريالمون. سيونس الأولانية اسمها سيونس دونتروتيان، ناخذوا فيها المعلومات اللازمة، شنو هي المشكلة، شنو هو الحاجة اللي يحب يغيرها، شنو الهدف من السيونس نتاع التنويم هذيا، نعملوا معناتها أن أونتروتيان، نشوفوا فيه كل شيء، ونزيدوا نفسروا للباتيون بالضبط كومون ألفا سو ديغولي، كيفاش تتم المراحل نتاعها، شنو اللي باش يصير. أي. هذيك اسمها نهيئو. ايوه. باش كيف يجي فوالا معناتها مرتاح، تاع كي يجي ما نشربش برشا قهوه، يجي معناتها في حوايج مفرهده، يجي هو مرتاح، يكون القلب مليح في الليل. هذا المطلوب من الباتشون. هذا الا المطلوب، ما تنجمش تصير اديستانس، يعني ينجم يكلمك والا ياخذ بعض الاستشارات والا حاجه، ما ينجمش، هذا لازم يكون على عين المكان، هذا اللي فهمته. باهي، شوف هي دو بريفيرونس تكون على عين المكان. على خاطر نعطيك اكزامبل، مثلا يجي فما باتيون يحب
يعمل سيونس ديبنوز على ما يبادرها لا. انت ما تنجمش تعملها اديستونس خاطر كيما غارونتيجا. اي. كيفاش مش تجيري الكونسلتاسيون اديستونس وهو في تاكسيس. اي صحيح. ايسي الكريز هذاك الدروغواس اديستونس انت كومون تو فا لو جيري. دونك نحب انا وحده من الناس ما نخدمهاش هذه. من المحبذ انها تكون يعني موجود قدامك تتفاعل بشكل مباشر خير اللي خير من انها تكون ديستانس بالاخص اللي عندهم من نوبات الهلع. جبت تفصل كده بعد ما تعدوا معناتها شنو الحاجات اللي نجم نجيريهم بالهيبنوز. انا كي ما عملش نقول ما نعملهاش ديستانس خاطر ديجا كي يبدا لو باسيون في الفاز هيبنوتيك نشوفه كي يبدا متوتر العين تولي ترمش لازم تتلحظ الجستيال نتاعو باش تفهم من جوا واش دي معناتها يصير الاسترخاء دو نوفو باش تجيلي لا سيونس كي تبدا الديستونس شو نقول غير مودردو دونك شو نقول غير غارونتيغ معناتها شنو اللي يجي نسيت واضح واضح باهي كان عندك اي ضربه بالنسبه للهيبنوز علاش يجيو علاش لا ماجوريتي لا ماجوريتي معناتها تاع لي باسيون يل دوموند الثقه في النفس لسين دو سوا. اي. تلقى مثلا عنده الرهاب الاجتماعي كون. اوكي. ولا ما عندوش على قدرة التعبير والتواصل. اي. معناتها يعيش السين اللي تلو وكيف يعيش السين وقت اللي يواجه المجتمع. الإيماج هذيك أسان ريجيستر في اللاوعي بتاعو. وقت اللي يتخط سيتواسيون هذيك في الرياليتي دونك السلوك نتاعو باش يولي يواجه المجتمع. ايوا واضح واضح هذه صحة على كل المعلومات مشكورة جدا الحقيقة نظرا للوقت ما نجموش نزيدو نطولو معها أكثر شكرا لها أمنية الصغيرة أخصائية نفسية اجتماعية ومختصة في التنويم المغناطيسي والتنويم بالإيحاء عفوا كان هذا موضوعنا في عيش حرة. عيش حرة احنا راجعين لكم بعد شوية ونص نهار 51 دقيقة على كتفهمه.